السلام عليكم. قصتنا تبدأ من مدينة كولورادو مع صبي يبلغ 13 عاما يدعى ديلين ريدواين، ويعيش مع والدته إيلين وشقيقه كوري. ديلين كان واحدا من الأطفال التعساء الذين اضطروا إلى عيش تجربة انفصال والديه في سن مبكرة، لكن رغم هذا كان يذهب في زيارات منتظمة إلى والده مارك ريدواين، والذي كان يسكن بين المناظر الطبيعية وفي المناطق الجبلية لمقاطعة لاتا الواقعة في غرب مدينة كولورادو. وقد تفترض عزيزي المشاهد أن الإبن سيفرح كلما أتيحت له الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع والده، لكن ديلين لم يكن يحس بهذا أبدا، لأنه نادرا ما كان يحس بالمتعة عندما يقضي الوقت مع والده، وقد تجنب هذه اللقاءات عمدا لعدة أشهر. ويرجع السبب الحقيقي في كره ديلين للقاء والده ولحادثة مؤلمة حدثت في إحدى زياراته لوالده في صيف عام 2011، وبالتحديد في شهر يونيو. قام ديلين وشقيقه الأكبر كوري بزيارة لبيت والدهم، وبينما كان الإخوة يستخدمون الكمبيوتر الخاص بوالدهم عثروا عن غير قصد على بعض الصور المزعجة جدا خاصة بوالدهم، ومن بشاعة ما رأوه أغلقوا الحاسوب مباشرة. وانتظر الأخوان إلى حين نام الأب، ثم عادوا للكمبيوتر مرة أخرى ليتفقدوا الصور. عرضت على شاشة الحاسوب صورا لأبيهم مارك وهو يرتدي باروكة شعر مستعار وملابس داخلية نسائية ويحتضن ما يبدو أنه حفاضات متسخة. مر الأخوان عبر جميع الصور، وذلك عندما أدركوا شيئا أكثر قذارة، وهو أن الأب كان يستهلك محتويات الحفاضة. بعد رؤيتهم لهذه الصور أخرج كوري هاتفه والتقط صورا لكل ما رأوه، ومع صغر سن ديلين لم يستوعب أبدا ما رأاه، وغيرت هذه الصور كل ما كان يعرفه عن والده، ورسمت في ذهنه صورة جديدة لا يمكن أن نعبر عنها بالكلمات. مر وقت عصيب على ديلين، حيث كان يفكر في مواجهة والده بشأن ما رأى، حتى يأتي 19 من نوفمبر لعام 2012، وأمرت المحكمة ديلين بزيارة والده في عيد الشكر. ولم ترغب إيلين والدة ديلين بإرسال ابنها لوالده، لأنها أدركت تغير سلوكه منذ آخر زيارة له، لأنه أصبح يعاني من القلق والانزعاج لأي سبب مهما كان صغيرا وتافها. وعلى الرغم من أنها لم تكن لديها أي فكرة عن السبب، لكن في النهاية وافق ديلين. ولكن قبل أن يذهب لوالده قبل أخاه وطلب منه إرسال الصور التي التقطوها من الكمبيوتر الخاص بوالده. وخلال هذا كان ديلين يستجمع شجاعته وثقته حتى يواجه والده بسؤال عن ماهية تلك الصور، ويأمل أن يشارك أخاه كوري بإجابة واضحة لكليهما عن تلك الصور. ولكن كوري لن يتمكن من رؤية شقيقه مرة أخرى. في 18 من نوفمبر عام 2012 التقى مارك بابنه في المطار، وأظهرت كاميرات المراقبة وجود الأب برفقة ابنه، ويبدو أن ديلين سأل والده عما إذا كان يمكنه قضاء الليلة مع صديقه عند وصولهم، ولكن مارك أصر على خلاف ذلك وقضيا كلاهما المساء في منزل مارك. أرسل ديلين رسالة لصديقه يخبرها فيها أنه سيقضي اليوم الموالي معه، وكان آخر اتصال معروف له على هاتفه بالساعة 9:30 مساء. يصل يوم 19 من نوفمبر ويراسله صديقه ويسأله عن مكان تواجده، لكن بقيت هذه الرسالة بلا رد. في تلك الليلة من يوم 19 من نوفمبر قدم مارك بلاغا على أن ابنه ديلين مفقود. خبر اختفاء ديلين انتشر بسرعة، مما أدى إلى عملية بحث واسعة النطاق. بعد أن فقد ديلين تصرف مارك بطريقة غريبة بالنسبة لأب فقد ابنه. لزم مارك المنزل ولم يحاول حتى البحث على ابنه، وعندما أجرت معه وسائل الإعلام مقابلة بدت عليه علامات قوة وصبر. ولكن بعد عدة أشهر من القضية في البحث عن ديلين، ونظرا للتضاريس الوعرة والارتفاع العالي للمنطقة التي يقطن بها الأب، لم يتم تحقيق أي نجاح أو تقدم في عملية البحث. وعلى الرغم من الجهود العديدة لتحديد موقعه ظل ديلين مفقودا، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجوده. في 31 من شهر جانفي عام 2016 شارك مارك في مقابلة تلفزيونية حصرية أين كان يلوم نفسه فيها على اختفاء ابنه. بناء على كلام مارك فقد كان يقول: لقد وجدت ديلين نائما حينما استيقظت صباحا، وبعد عودتي من العمل اكتشفت أن ابني مفقود. وبالطبع
تعاطف الجمهور مع الأب لأنهم لا يعلمون شيئا، ولكنهم سيعرفون قريبا كيف أن مارك لا يستحق هذه الكمية من التعاطف. ففي 26 من جويلية في عام 2013 تصدرت هذه القضية عناوين الأخبار، ولكن ليس للأسباب التي كان الناس يأملون في اكتشافها. تم العثور على بقايا بشرية بالإضافة إلى جزء من قميص ديلين وجوربه في أحد الجبال العالية والمنعزلة والتي تبعد حوالي 8 أميال من منزل مارك. بعد إجراء بعض الاختبارات على البقايا البشرية المستردة تم التأكيد على أنها بالفعل خاصة بالمفقود ديلين. عندما تم إبلاغ فرق البحث بالموقع الذي تم العثور فيه على ديلين قد فوجئوا بذلك، لأن تلك المنطقة بالذات كانت صعبة للغاية، والأصعب هو الوصول لها. كان من الصعب التصديق أن طفلا لم يكن على دراية بالمنطقة أن يكون قادرا على إيجاد الطريق إليها، وهذا ما أدى إلى الشك في تورط أبيه مارك بالأمر. مارك ريدوين قد أصبح الآن شخصا محل اهتمام الجميع، وتم تصنيفه رسميا على أنه متهم في قضية موت ابنه. تمكن المحققون من العثور على دماء في أجزاء مختلفة من منزل مارك، وخاصة غرفة الغسيل وغرفة المعيشة والمطبخ، لكن مارك نفى بشدة أي صلة بوفاة ابنه. ففي الأول من نوفمبر لعام 2015 وبعد عامين كاملين تم استلام نتائج تشريح جثة ديلين، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة كان صدمة قوية في الرأس. بعد عامين تقريبا وفي 22 من شهر جولاي لعام 2017 تم القبض على مارك في بيلينغهام واشنطن، وواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال متعلقة بوفاة ديلين. بعد تأخيرات متعددة بدأت أخيرا محاكمة الأب مارك في 14 من شوان لعام 2021. قام محامي مارك بالدفاع عنه في المحكمة، أين قال أن الحد الأدنى من كمية الدم المكتشفة في منزل مارك كانت قليلة للغاية، ويمكن أن تتواجد في أي منزل. كما أضاف أيضا أن الكلاب المستخدمة لاستنشاق رائحة الموت علم غير موثوق وغير مرغوب فيه، وجهود الدفاع كلها كانت من أجل التفسير أن وفاة ديلان كانت حادثا، حيث تم افتراض أنه ربما قد يكون تجول لوحده ولقى نهايته بواسطة هجوم حيواني. دامت المحاكمة شهرا كاملا، حيث وصلنا إلى 16 من جويليا لنفس العام. أعلن فيها أن مارك مذنب بجميع التهم، ولعبت الصور المقدمة إلى هيئة المحلفين دورا حاسما في إصدار الحكم على أن مارك ريدوين قد قتل ابنه بعد أن غضب من الصور التي عرضها عليه. حكم عليه بالسجن لمدة 48 عاما. أصيبت أم ديلين وكذا شقيقه بالصدمة والدمار الحقيقي، والشقيق كوري الآن يفكر بكيفية مساعدة ديلين، حيث قال: لا أستطيع التحدث معه ولا أستطيع إعادته أيضا، لذا أنا أدعو له وأحلم به. ديلين هو البطل الذي لم يتجاوز 13 من عمره، والذي فعل ما لم أستطع أنا كأخ كبير أن أفعله، ويا ليتني منعته ذلك اليوم من الذهاب إلى والدي ومصارعته. يبدو أن كوري يحس بندم شديد، وللصراحة هذه القضية تحمل رعبا نفسيا لدرجة خطيرة، ولازلنا لليوم لا نعرف حقيقة تلك الصور، لأن من تكلم عنها قد فارق الحياة. كان معكم إسلام من قناة هولمز شو، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال على إعجابكم. لا تنسونا من لايك واشتراك. دمتم بخير يا أصدقائي.